جرى لك ايه يا ليلى؟ تيجي لحد هنا؟ افرضي جوزك ولا مراتي شافونا شكلنا هيبقى ايه؟ انا ما يهمنيش مين يقول ايه، كل اللي انا عايزاه ترد عليا وتقول لي بصراحه. ارد على ايه بس؟ رفعت يعرف واحده تانيه بره؟ جرى لك ايه يا ليلى؟ يعرف واحده بره ولا جوه؟ انت مش كنت ناوي تطلقي؟ انا كنت ناوي اتطلق، بس يهمني اعرف كل حاجه قبل ما اتطلق. هتعرفي ايه وكلام ايه؟ انا مش فاهم مين اللي بيدخل في دماغي الكلام ده. مين؟ مراتك نهله. ايوه حبيبه القلب، هي اللي جت لي يوم الخطوبه وبخت في وشي الكلمتين دول. ونهله عرفت الكلام ده منين؟ إيه؟ انت هتستعبط يا شريف، اكيد منك. طب بقول لك ايه يا ليلى، شكلنا كده ووضعنا صعب قدام الناس، لو حد شافنا هتبقى مشكله. الكلمتين دول كنت ممكن تلومني في تليفون. ما انا كل ما اكلمك تتهرب وتقول لي مشغول. تقومي تيجي لحد هنا؟ فريدي بنتك ولا كريم شافونا هيبقى وضعنا عامل ازاي؟ وطبوا علينا بقى نقول ايه؟ انا بقول لك ما يهمنيش مين يشوفنا، انا اللي يهمني تقول لي اه ولا لا. افريدي يعرف واحده، هتعمل ايه؟ لا هعمل كتير، وخصوصا لو المعلومه دي فيها دليل او اثبات، انا ممكن اكسب كتير جدا. يا بنت اللذينه، وانا اللي فاكرك. فاكرني ايه؟ بغير عليه وقع في غرامه؟ لا يا حبيبي، انت عارف ان العلاقه بيني وبينه ماتت من زمان، انا كل اللي يهمني ان انا ما اخرجش من المولد بتاعه ده الا وكسبانه. المهم اعرف اه ولا لا. سيبي انا الموضوع ده وهجيب لك المفيد والدليل اللي خليك تكسبي كتير قوي. لا يا حبيبي، انت عارف كويس قوي مش بس انا اللي هكسب. ماشي. ايوه زينة، انت فين؟ انا قدامي 10 دقايق، لو ما جيتيش انا همشي. خلاص يلا باي باي. خلاص انت بس. Thank you.